سمي الحال حالا لتحوله، يتحول من حال إلى حال. ممكن في جلسة ذكر واحدة يتحول النور معه إلى 6 ألوان هو عم يذكر. ممكن أن يرى النور أبيض، ممكن أن يرى أسود، ممكن أن يرى أحمر، ممكن أن يرى أخضر وهو في حال الذكر. فهذه أحوال، لكن أي الحال الذي يثبت مع المريد هذا يقال له مقام. اليوم نأخذ الحال، نخلي المقام للدرس الآتي إذا الله عز وجل أحيانا ووفقنا. أكثر المريدين بيتمنوا الأحوال، بيتمنى يصير معه حال من الأحوال. الحال له مثال عند أهل الله، والحال خشخيشة ولاد صغار، خشخيشة مشان يلهوك عن البكي، مشان يلهوك عن الطلبات بيعطوك الخشخيشة بخشخيش فيها بيسكت. هذا الحال. فمريد بده وصال، بده عطاء، بده امداد، بده كذا، بيعطوه خشخيشة. اما المريد الصادق ما بيطلب لا بدي كذا ولا بدي كذا. المريد الصادق يقول انا مكلف بالذكر فبذكر الله، اكثر من هيك ما فيها، ما لي طلبات. فعندما يصدق ذكرك لله عز وجل تمر عليك الأحوال والمقامات والارتقاء والصفاء، وأنت في مكانك تسير من غير أن تشعر، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء. الناس تشوفه جالس ساكن هادي، والحقيقة هو عم يسبح في عالم الملكوت لا يدري به إلا الله. هذا ابني حال من حالات أهل الذكر. أهل الذكر بهالزمان صاروا نوادر.